بانينيا مشروب يعود تاريخه إلى عام 1914 ويرتبط بالاحتلال الفرنسي لدول وسط قارة إفريقيا. المعلق الفرنسي بشبكة بي إن القطرية جورجيو بيرزلي أطلق تلميحا عنصريا بحق اللاعب النيجيري ويلفورد نديتي. التلميح العنصري أثار غضب الشعب النيجيري، خصوصا وأنه مرتبط بانتهاكات للاحتلال الفرنسي ضد الشعوب الإفريقية في الحرب العالمية الأولى. مغردين من مختلف دول إفريقيا طلبوا الفيفا باتخاذ موقف حاسم تجاه خضوع الشبكة الرياضية لأهواء معلقيها السياسية والعنصرية. سقطة بي إن ليست الأولى، فالشبكة تحولت من تغطية الرياضة إلى إثارة الفتن وتمرير رسائل تحريض على الكراهية بشكل صريح. ليس العرب أخوة كما قالوا.